الآن أبنائي، بعدما قمنا بتحليل الدرس وفسرنا المعاني وأهم الأفكار الواردة فيه اللي هي المركز الصيفي، الفوائد التي يجنيها الطلبة من المركز الصيفي، الآن سوف نتعرف على الكلمة وضدها. في البداية، انتهى ضدها بدأ، فرح حزن، بقدوم رحيل برحيل، الصيفي الشتوي عكسها الشتوي، نعم، اجتمع تفرق، الفوائد الأضرار عكسها الأضرار، هادئة مزعجة. هنا الجميلة القبيحة عكسها القبيحة، أحب أكره، مفيدة ضارة. إذن هذه كانت أهم القضايا اللغوية والمعاني لدرس المركز الصيفي. أبنائي، أريد أن أتحدث لكم قليلا عن درس شعوب من العالم. هذه الوحدة مطلوبة من الطالب ليبرز دور الطالب في القيادة وفي التعلم. سيقوم الطالب بالإجابة عن الأسئلة، وهنا سيقوم الطالب إن شاء الله بعد ما نخلص من وحدة المركز الصيفي، يتحدث عن الصور، ثم يقرأ النص، يفسر المعاني الموجودة في الدرس كما فعلنا، يعطي الكلمة وعكسها. أيضا سيقوم بحل التدريبات على الكتاب ويرسلها إلي على الخاص إن شاء الله. هذه ستحتسب من علامة الشهر الثالث. الآن أبنائي، لنتعرف إلى عائلة كلمة أحب. عائلة الكلمة هنا أحب، مثلا نحب، أيضا محبة، أيضا من عائلة الكلمة نحب محبة، يحب، أيضا أحباب. إذن هذه عائلة كلمة أحب، نحب محبة، يحب أحباب، هذه عائلة الكلمة.